ايه بقى يا عم حاتم؟ هو الشر بقى هوايه ولا ايه؟ ما تهدى كده شويه عشان انت كنت هتخرب الشركه، الشركه كانت هتبوظ يا حاتم. ها؟ يا عم انا ما عملتش حاجه. لا عملت. وانا بنفسي شايفك وانت خارج مع الواد الهاكر من المنطقه عندي. ايه ده يا حاتم؟ حتى لو شفتني ما انتش هتأذيني. انا عارفك ما تعملهاش. ياه؟ بقى العشره دي كلها وطلعت ما تعرفنيش في الاخر؟ اصل انا عملتها. وقلت لكارمن. قلت لايه؟ نهار اسود كارمن. كارمن مش احسن ما كنت قلت لنازلي هانم ولا لمستر توفيق؟ صحيح، انا طلبت من كارمن طلب تاني، انك تسيب المكتب هنا وتشوف اي حته اللي تشتغل فيها. اصل بصراحه حاتم كده انت بتشتت تركيزي. الاذن ده لازم يتراجع حالا. انا اروح اراجع الاذن لوحدي كده، تكون فضيت المكتب. ها؟ مش عارف اركز. لاذنك. توفيق. ثانك يو. جاي اعتذر منك على اللي صار. حركة شجاعة فعلا يا هند. بس عشان تبقي قوية فعلا لازم تعتذري لكارمن. كارمن بني آدمة كويسة جدا وأنا مش حابب إنك تخسريها. إيه بعرف إنها منيحة. الكل هون عم يشكروا فيها. أنا بس كل اللي عايزه إن علاقتكم ببعض يبقى يعني فيها احترام وتقدير مش أكتر. مش عايز كل واحدة فيكم تبقى واقفة للتانية على الكلمة. ها؟ مشان هيك هلا حروح صالحها وبعزمها الليلة على حفلة التوب فايف. فكرة عبقرية. وبدك تيجي معنا؟ لا معلش. اعذريني انا يا هند عشان انا النهارده حتى مشاويري المهمه لغيتها من كتر ما انا تعبان. خلص السهره معنا وارجع اعمل اللي بدك اياه. معلش يا هند انا تعبان اعذريني انا عشان ورحمه أنا امي لو ما بتيجي معنا ما بروح بصلحها. طيب هلا طيب خلاص خلاص حاجي. ممكن بس تقول كارمن تعزم سامر جوزها؟ دكور ناطرتك 8 قدام البنايه. اتفضلي. استر يا رب. بقول لك انا مطلع النقديه والشيكات على المكتب، خرجت من المكتب نص دقيقه وانا راجع شايفه خارج من المكتب وبيبتسم لي الابتسامه الصفراء بتاعته دي. دخلت عديت الفلوس تاني لقيتها ناقصه 20,000 جنيه. طيب طيب خلاص فهمت. هو اكيد عمل كده عشان عارف انك عرفت موضوع الفيروس. تفتكر؟ اكيد. ماشي. انا عايزك تهدى خالص وسيبني اتصرف، انا هعرف اتصرف في الموضوع ده ان شاء الله. لا يا كارمن انا مش هستنى. الغلطه غلطتي. أنا هتصرف وهجمع الفلوس، حتى لو اضطريت إن أنا أبيع عفش بيتي عن إذنك. يا سيف. ماشي يا حاتم. إيه يا باشا زعلان ليه؟ أمال فين ضحكتك اللي بتنور المكان؟